هذا المبنى الأحدث في مجمع الشفاء الطبي، كما تشاهدون كيف انتشر الخراب به. يحاول هنا الأهالي إخراج ما يمكن إخراجه من أغراضهم قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع، عدا عن بحثهم عن جثامين شهداء تحت هذه الأنقاض. هذه الأنقاض منتشرة في هذا المبنى. هنا كان استهدافا بصاروخ كما تشاهدون أحدث هذه الفتحة داخل هذا المبنى. يعني هذا الصاروخ الذي يعني دمر أيضا وساهم في تدمير هذا المبنى. هذا هو قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي. أحدثت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا هائلا به، وأصبح أيضا لا يمكن العمل به إطلاقا. هذا القسم الذي كان يستقبل المصابين من مدينة غزة ويخفف كاهل الضغط على المستشفيات، جعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا أثرا بعد عين بعد أن دمرت جميع محتوياته. هذه جولة سريعة بداخل هذا القسم. هذه غرفة الحالات الحرجة التي كانت تستقبل المصابين الذين يعني جراحهم فوق المتوسطة، دمرتها بالكامل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
هذه أسرة الاستقبال التي باتت محروقة تماماً كما تشاهدون، أحرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أحرقت القسم بالكامل. كان هنا ينتشر عشرات المرضى في هذا القسم قبل أن تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي. الكثير من هؤلاء المرضى يعني عانوا من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا القسم. حتى هذه اللحظة يعني هم يعيشون ظروفا شديدة الصعوبة.